عندنا قاعدة في كيف نعرف المسكر أنه حرام أم لا، إما أن نعرفه بكون كثيره مسكر فيكون حينئذ مسكرا. الأمر الثاني أن نعرفه بهيئته، وقد ذكروا قديما أن من هيئة ووصف المسكر لكي يحكم بأنه مسكر أن يكون العصير قد مضى عليه 3 ليال، فالعصير إذا مضى عليه 3 ليال حرم شربه لأنه في الغالب يسكر كثيرا. والمراد بالعصير مثل السوبيا المعروف في مكة والمدينة وغيرها في الحجاز، هذه إذا مضى عليها 3 أيام في الجو المعتاد تبدأ بالتخمر فيحرم شربها، نص عليه الفقهاء عندهم قاعدة.